تخيل لو صحيت في يوم من النوم واكتشفت ان اقرب الناس ليك مش انسي، وتخيل بقى ان الشخص ده كمان يطلع امك. هل انت عارف انا ممكن اخليك تقابل قرين ابوك وهو يحكي لك كل حاجة لو انت تحب؟ طول يا سلام يا ريت. قال لي طب معاك اي حاجة من قطره؟ انا كان واقف قدامي كائن شكله بشع، جلده كان فاتح، كان لون جلد الخنزير. ده راح قال لي انت عايز تعرف ايه عن ابوك؟ نفس اليوم بالليل ابوك خطف كلب من الشارع وطلعه على الشقة وفضل يرجمه في الحمام لحد لما قتله، وبعدها ذبحه واستحمى بدمه زي ما اتطلب منه، ورسم الطلاسم على الارض والحيطان وقرا التعاويذ زي ما اتقال له بالظبط. بس الطلاسم بقى اللي ابوك رسمها دي يا سليمان كانت طلاسم خطيره، لكن ما كانتش اخطر من اخر واكبر طلسم رسمه في اوضتهم تحت السجاده. الطلسم دوت كان طلسم استدعاء هقطاء بنت ابليس. اثناء الغيبوبه ديت بيشوف حاجه كده زي رؤيه، كان بيشوف نفسه وهو بيعاشر واحده على نفس السرير في اوضه النوم بتاعته، بس الواحده ديت كانت شيطانه. الشيطانه ديت كانت بتظهر له وهو في اول الغيبوبه وهي في منتهى الجمال لحد لما يعاشرها، وبعد لما يخلص يتفاجئ بمنظرها البشع. انت اللي استدعيتني يا غنيم، انت اللي كتبت بايدك طلسم استحضاري، طلسم استحضار هقطاء بنت ابليس. وبعدها الرؤيه ابتدت تتشوش وشاف رؤيه تانية، شاف نفسه وهو عمال يضرب امك بطريقه وحشيه وغريبه، كان عمال يضربها في بطنها وفي وشها باسلوب وحشي، اسلوب مش ادمي، لدرجه انه ذبحها وفصل راسها عن جسمها. بعد الرؤيه ديت ابوك امن ان امه فزوع، بس لما صحي بقى اتفاجئ من اللي شافه قدامه. أبوك لقى جثة أمك جنبه على السرير، والدم كان مغرق الدنيا ورأسها مقطوعة ومحطوطة على صدرها. أبوك أول لما شاف المنظر ده اترعب، ما كانش عارف يتكلم ورجله ما كانتش شايلاه، ما كانش مصدق اللي بيشوفه. قلت له يعني أبويا كده هو اللي قتل أمي؟ قال لي هو مش بالظبط كده، يعني هو ما قتلهاش، لكن هقطاء هي اللي كانت مسيطرة على تفكيره وخلته يعمل كده، خلته يقتلها من غير ما يكون واعي. أبوك طبعا كان متوتر ومش لاقي حل للمصيبة اللي هو فيها ديت، بس كان لازم يتصرف، فأخذ جثة أمك في العربية بتاعته وطلع على مقبرة من مقابر الصدقة ونبش التربة من غير ما حد يشوفه ورمى فيها جثة أمك، وبعدها قفل التربة ورجع على شقته وأخذك وهرب من طنطا وراح على اسكندرية، وهناك اتجوز منال اللي انت طول الوقت ده كله فاكرها ان هي أمك. أبوك حبها قوي ومن كتر حبه في منال حكى لها كل حاجة، وهي حفظت السر وكتبتك في شهادة الميلاد باسمها عشان ما تعرفش أي حاجة من اللي حصلت، وربتك زي ابنها بالظبط لأن هي ما كانتش بتخلف. لكن بالرغم من ان أمك ماتت وابوك ساب البيت وسافر، وبنت عمته ما كانتش تعرف ليه طريق جره، لكن مع ذلك الرؤى ما وقفتش، وهقطاء بنت ابليس ما سابتهوش، وكانت برضو بتأمره بحاجات لازم يعملها زي الخلوه والصلاه بالدم عكس القبله، او ان هو ياكل الحيوانات الجيفه يعني الحيوانات الميته، وهو على قد ما يقدر كان بيحاول ينفذ كل اللي بتطلبه منه. عارف ليه كان بيعمل كده يا سليمان؟ قلت له ليه؟ قال لي لانه كان خايف عليك، لان هقطاء كانت دايما بتهدده ان هو لو ما عملش كل حاجه هي بتطلبها منه هتخليك تحصل امك وموتك برضه هيبقى على ايد ابوك. وفضلت هقطاء تظهر له لحد لما مره واحده وبدون اي مقدمات اختفت من حياته نهائيا. ابوك في الوقت دوت افتكر ان الموضوع خلص وان هو بقى خلاص هيقدر يعيش حياته طبيعي من تاني، لكن الحقيقه بقى هي ان هقطاء سابته لان هي ما كانتش فاضيه له اصلا، وده كان بسبب الحرب اللي على ارض الجن اللي ما بين قبيلتها وقبائل الجن العظمى، ومن ضمن قبائل الجن القويه جدا اللي كانت بتحارب قبيله هقطاء هي الشمشقه، فكان لازم تقود الحرب ديت عشان تقدر تحافظ على ملكها. ورجعت حياتكم طبيعيه من تاني لسنين، بس ده عشان الحرب لسه ما خلصتش. انا كلمته ديت نزلت عليا زي الصعقه. قلت له طب لما الحرب لسه ما خلصتش هقطاء ظهرت لي تاني ليه؟ قال لي عشان في حاجه قويه استجلبتها، في قوه اكبر منها اجبرتها ان هي تكمل اللي ابتدته. قلت له ايه هي القوه ديت؟
في اللحظة ديت ابتدى يظهر دخان كتير قوي في المكان اللي احنا فيه، والارض كانت بتتهز جامد من تحتي، وابتديت احس ان رجلي مش شايلاني، ومرة واحدة وقعت على الارض واغمى عليا. بعد شوية لقيت الشيخ نافع بيفوقني وبقول يوم قوم فوق يا زفت. انا لما فتحت عيني ساعتها لقيت الشيخ نافع بيبصلي وهو مرعوب، كان شكله باين انه هيموت من الخوف. قلت له مالك يا شيخ نافع؟ قعد يزعق فيا ويقول لي انا ما كانش المفروض اعمل كده، انت ما كانش المفروض تعرف كل حاجه، انا كده تعديت حدودي وهي جايه لي انا يا سليمان عشان تنتقم مني بسببك. قلت له هي مين اللي جايه لك؟ قال يعني مش عارف مين، حقطاء بنت ابليس. انا ما اعرفش وصلت لهنا ازاي مع اني محصل المكان جامد جدا. وبعدها شاور لي على ركن كان باصص عليه. بعد لحظات ابتدى يظهر من العدم في الكورنر اللي كان بيشاور عليه دوت ست عجوزة. الست العجوزة ديت كانت هي نفسها اللي ظهرت لي زمان في الأوضة 908 أنا ومعتز وأيمن. الست ديت كانت واقفة وبتبصلنا وعلى وشها ابتسامة مخيفة. الشيخ نافع ابتدى يجري وهو بيقول يلا 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 نخرج من هنا بسرعة. طلعت اجري ورا الشيخ نافع لحد لما خرجنا من البدروم، وبمجرد ما خرجنا من البدروم لقينا المساعد بتاعه سيد مستنينا. سيد راح قافل الباب ورانا بسرعه وفضل سنده. الشيخ نافع طلع من جيبه طباشيره لونها احمر وابتدى يرسم على الباب نجوم خماسيه ويعمل في جداول ويكتب في طلاسم، لكن ده ما وقفش اللي بيحصل. احنا ابتدينا نسمع خبط جامد جدا على الباب وصريخ كان رهيب ومرعب جاي من وراه، والشيخ نافع ما بطلش الكلام الغريب اللي كان بيقوله ولا حتى التعويذات اللي كان عمال يرسمها على الباب. لكن الباب من كتر الخبط والترزيع اللي كان بيحصل فيه كان باين قوي ان هو مش هيستحمل، وكلها كام دقيقة وهيتفرتك ويتقسم نصين. الشيخ نافع لما لقى الموضوع كده جري في وسط الاوضه وابتدى ينده على سيد وقال له سيب الباب وتعالى بسرعه، وراح واخدنا احنا الاثنين ومدخلنا اوضه تانيه جنب الاوضه اللي كنا فيها. الاوضه ديت كانت ضيقه وصغيره يعني تقريبا 2 متر في 2 متر، وكل حيطانها كان مكتوب عليها جمل غريبه وجداول مليانه ارقام ودواير ومثلثات ورسومات غريبه وحروف. المهم اننا بمجرد ما دخلنا الاوضه ديت الشيخ نافع راح قافل الباب وقال انا كنت عامل حسابي كويس ان انا في يوم من الايام هتحط في الموقف ده وهيتغدر بيا، كانت نكسه وملهاش امان. قلت له بيتغدر بيك؟ بيتغدر بيك من مين يا شيخ نافع؟ قال للاسف كل اللي كانوا معايا وبيحموني سابوني، حدش فيهم بيرد عليا، بس عادي انا اعرف احمي نفسي كويس ولما ارجع انا مش هرحمهم. قلت له طب وهتحمي نفسك كويس ازاي لما هم سابوك؟ قال لي الاوضه ديت انا مسميها الحصن الحصين، محدش هيقدر يهوب منها. وابتدى يرسم على الارض حوالينا نجمه خماسيه كبيره بالطباشيره اللي كانت معاه، وقام واخد عصايه شكلها غريب كده كانت محطوطه على الارض جنب الحيطه. العصايه ديت كان لونها احمر لون الدم وكان مرسوم عليها بالابيض تعابين ونجوم وعلامات وحروف. الشيخ نافع بقى واقف وسطينا وهو عمال ينده على اسامي غريبه بصوت عالي ويقول جمل مش مفهومه بلغه شبه اللغه الرومانيه القديمه كده، لحد لما بعد 10 دقايق كده ابتدينا نسمع صوت تخبيط جامد قوي على باب الاوضه اللي كنا مستخبيين فيها. الشيخ نافع قعد يقولها بصوت عالي لو دخلتي هنا هتتحرقي، بعدي عننا وسيبينا في حالنا. لكن الخبط ما وقفش، بالعكس ده كان بيزيد، وكنا كمان بنسمع ضحكات شيطانية مخيفة جاي من ورانا. ومفيش أقل من 5 دقايق كده ولقينا الباب اللي قدامنا دوت بيتفرتك 60 حتة، وكان واقف قدامنا نفس الست العجوزة وابتدى وشها يتحول لوش مخيف لشطان بقرون، ابتدى يطلع لها في ايديها مخالب طويلة وجسمها بقى مليان كله شعر اسود، وابتدى الكائن دوت يمشي ناحيتنا. بس بمجرد ما لمس الدايرة اللي احنا كنا واقفين جواها رجع لورا جامد جدا ووقع على الارض، كان زي ما يكون في حاجة زقته جامد. الشيخ نافع ضحك وقال لها شو قلتلك؟ يلا ابعدي عننا وسيبينا في حالنا وانا مش هأذيكي. لكن الكيان دوت قام تاني من على الارض وابتدى يجري وهجم علينا برضو تاني وهو بيصرخ صرخات مرعبة ومخيفة، والمرة دي بقى اخترق الدايرة. الشيخ نافع في ساعتها راح حاطط العصاية اللي كان ماسكها في ايده ديت على راس الكائن دوت وفضل مثبتها لحد لما الشيطان دوت اترمى بعيد عننا وجسمه اتخبط في الحيطة اللي كانت في وشنا جامد. بعدها الكيان وقف على رجله تاني
وكان بيبص لنا بنظرات مخيفة وما كانش بيتحرك من مكانه. الشيخ نفع قال للكائن دوت: كفاية بقى كده، انا لحد دلوقتي مش عايز اذيكي، ارجعي مطرح ما جيتي من غير ما تضريني ولا ضرك. كان دوت ضحك بصوت عالي وقال له: انت متخيل ان طلسم الحماية اللي انت واقف جواه دوت هيحميك يا نفع؟ قال له: انت عارف انا معايا مين؟ كان دوت ضحك جامد وقال له: اسمها كان معايا مين، انت معاكش حد يا نفع، كلهم لما عرفوا ان عقطاء بنت ابليس ملكة ملوك العالم السفلي هتحضر هنا هربوا وسابوك. الشيخ نفع قال لها: انت عايزة بالظبط مننا ايه؟ قالت له: انا عايزاكوا تخرجوا برا الاوضة دي خالص. الشيخ نفع ضحك وقال لها: انت بتحلمي كده، ولو قربتي من الدايرة ديت هتتحرقي. قعد الكيان دوت يضحك جامد، قعد يضحك كتير، وبعدها قال له: ومين اللي قالك اصلا ان انا هقرب من الدايرة وهخرجكم؟ قال لها: امال مين بقى اللي هيخرجنا؟ في نفس اللحظة ديت حسينا احنا الاتنين بنفس سخن جاي من ورانا وصوت زمجرة بيعلى تدريجيا. ببص ورايا انا والشيخ نفع لقينا سيد عينيه لونها احمر دم ووشه كان مزرق ولونه شاحب وكان عمال ينزل من بقه سائل اصفر لزج شبه الريالة. الشيخ نفع لسه بيرفع العصاية اللي كانت في ايده ديت وهيخبطه بيها، عم سيد راح خبطه بالبنية جامد في كتفه فالعصاية وقعت من ايده وراح مسكنا احنا الاتنين من قفانا وحدفنا برا الدايرة. واحنا بمجرد ما خرجنا من الدايرة ديت اتسحبنا بسرعة بقوة غريبة برا الاوضة. كان دوت ابتدى يلف حوالينا وبعدها قال للشيخ نافع: انت عارف انت عملت ايه كويس؟ انت عارف انا هنا ليه؟ قال له وهو مرعوب والدموع عمالة تنزل من عينه: انا عارف. قالت له: انت هتبقى عبد عندي على ارضي لبقية عمرك. الشيخ نافع: لا انا ما كنتش اقصد، انا كنت بحاول اخد مكاني في العالم بتاعكم، كنت عايز ازود شياطيني واتباعي. قالت له: بس انت تحدتني ومشيت ورا سعدية، لكن هي بقى بعتك زي ما بعت اللي قبلك، هي فين سعدية دلوقتي؟ الشيخ نافع قعد يعيط زي العيال الصغيرة بقى عمال يقول لها: انا اسف، انا هعمل كل اللي تأمريني بيه بس سيبيني. قالت له: انت تخرس خالص. وبعدها قربت مني وقعدت تبص لي جامد. انا كنت في اللحظه ديت طبعا مرعوب لاني كنت عارف كويس ان الدور عليا. قالت لي بصوت مبحوح: اللي طلع في الكتاب بتاع الطالع الفلكي كان ليه مش ليك يا سليمان، ومازن صاحبك يبقى ابن سعديه، وده اللي محدش كان هيقول لك عليه. في نفس اللحظه ديت النور قطع، انا كان معايا علبه كبريت في جيبي طلعتها ونورت عود كبريت، لكني ما لقيتش ولا الشيخ نافع ولا الكيان المرعب اللي كان بيتكلم معانا. رحت ناحية الأوضة اللي كنا مستخبيين فيها، لقيت عم سيد واقف في وسط الدايرة، كان واقف زي ما سبناه بالظبط بشكله المخيف وعمال يزمجر ويريل. أنا ما فكرتش، أخدت بعضي وطرت برا الشقة، ما كنتش مستوعب أي حاجة من اللي أنا شفتها. اللي عمله الشيخ نافع عشان يخلي هقطاء تعمل فيه كده، وعلاقته بالست سعدية، وإزاي مازن صاحب عمري يبقى ابن الست سعدية، هي خلاص كده وضحت. ست سعدية هي اللي كانت ورا كل اللي بيحصل دوت من البداية. أنا رحت واخد بعضي ورحلها على البيت بتاعها وقعدت أخبط على باب شقتها جامد، بس محدش فتح. بس أنا مسكتش، فضلت واقف أرزع وهبد على الباب لحد لما واحد من الجيران خرج لي: هل أنت يا ابني أنت بتخبط على الباب كده ليه؟ قلت له: أنا كنت عايز ست سعدية اللي ساكنة هنا. قال لي: ست سعدية ما بقتش ساكنة هنا خلاص، دي بعت الشقة ديت من سنين لصاحب البيت، وصاحب البيت من ساعتها قفل الشقة ديت. قلت له: قفل الشقة ازاي يعني؟ قال لي: عايز يا سيدي يشتري كل الشقق من السكان عشان في الاخر يهد العمارة ويطلع ببرج كبير. قلت له: طب ومين اللي ساكن فوق؟ قال لي: يا ابني مفيش حد ساكن في البيت ده كله غيري. قلت له: انا مش هتحرك من هنا، انا متأكد ان الست سعدية كانت في الشقة دي. قال لي: يا عم تتحرك ما تتحركش، ان شاء الله تبيت هنا، انا ما يخصنيش، اهم حاجة بس عندي ما تقعدش ترزع على الباب كده عشان مش ناقصة صداع. وقام داخل وقافل الباب وراه. انا نزلت الشارع وابتديت اسأل في المحلات على الست سعدية، بس كلهم قالوا لي نفس الكلام، وقالوا كمان ان هم ما يعرفوش عنها حاجة لان بقالهم كتير قوي ما شافوهاش. انا بقيت هتجنن، انا لسه كنت قريب جدا معاها في الشقة ديت، بس في نفس الوقت حسيت ان انا وجودي في المكان ده مش هوصلني لاي حاجة، وانا ما كنتش عايز اضيع وقت. فرحت على السكن الجامعي عشان اطلع للغرفة 908، لكن الامن وقفني وقال لي: انت طالع فين يا استاذ؟ قلت له: انا طالع الغرفة 908. قال لي: مفيش غرفة بالرقم دوت عندي اصلا. قلت له: ازاي يعني؟ طب شوف كده اسمي في الدفتر عندك. قعد يقلب في الدفتر وبعدها بص لي وقال لي: مش ممكن. قلت
قلت له لقيتها مش كده؟ قال لي لقيتها يا بيه، في صفحة مقطوعة من الدفتر. قلت له مقطوعة ازاي؟ قال لي الصفحة اللي فيها الغرف من 900 لـ 907 مش موجودة. قلت له طب معلش بس ممكن تدخلني؟ قال لي بقولك ايه، من غير كارنيه انا مستحيل ادخلك. قلت له طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي معرفش، روح بقى للإدارة عقبال ما انا ابقى اشوف مشكلة الصفحة ديت ونعرف مين اللي قطعها. انا اخدت بعضي وانا متعصب وطلعت على الإدارة، وهناك قابلت واحد اسمه الأستاذ محي، قاعد يقلب في الدفاتر اللي عنده، وفي الآخر قال لي انت اسمك مش متسجل عندنا في الجامعة يا ابني. قلت له ازاي مش متسجل؟ انا التنسيق بتاعي جابني هنا على الجامعة دي. قال لي ايوه التنسيق جابك على هنا فعلا، بس انت ما جيتش عشان تسجل بياناتك، مفيش اي حاجة هنا عندي بتدل ان انت قدمت في الجامعة ديت اصلا. انا بقيت هتجنن، قعدت حاول معاه يمين شمال، لكن الراجل دوت ما كانش بيقول غير كلمة واحدة، اسمك يا ابني مش متسجل عندي في ولا دفتر، فمش هعرف اعمل لك حاجة. لما لقيت نفسي ما وصلتش لأي حاجة معاه، رحت واخد بعضي وطلعت على اسكندرية. ولما روحت على بيتنا لقيت امي كانت قاعدة في الصالة، او مش امي بقى، الست اللي انا كنت فاكرها امي. قعدت جنبها قلت لها على فكرة انا خلاص عرفت كل حاجة. قالت لي عرفت ايه يا ابني؟ قلت لها عرفت ان انت مش امي، وعرفت كمان ان امي الحقيقيه ماتت من زمان، بس انا والله بحبك وهفضل احبك لانك ما عملتيش معايا غير كل خير، انت امي الحقيقيه اللي ربتني وشالتني من يوم ما وعيت على الدنيا. وبرضه هقول لك يا ماما. انا لقيتها قامت من مكانها وبصت لي، وبعدين دورت وشها وسابتني ودخلت نامت على سريرها. انا قلت يمكن تعبانه او اتضايقت من كلامي، قعدت انده عليها وما ردتش عليا، فدخلت نمت انا كمان لاني كنت تعبان جدا جدا. بس على الساعة 2 كده صحيت من النوم على صوت دق، ولما قمت عشان اشوف ايه صوت الدق دوت، لقيت مرات ابويا واقفة بتدق مسامير جنب مراية الحمام. قلت لها انت بتعملي ايه يا ماما؟ بصت لي وما ردتش عليا، كانت بتدق 3 مسامير على يمين المراية، مسمار واحد فوق المراية، وبعد كده تدق مسمارين على الشمال. وبعد لما خلصت راحت حط ايديها على المراية ومغمضة عينيها، وفضلت تقول في كلام بصوت واطي، صوت واطي قوي لدرجة ان انا ما كنتش سامع منها حاجة. قعدت انده عليها وقول لها مالك يا امي انت بتعملي كده ليه؟ لكن هي ما كانتش بترد عليا. وبعد حوالي 10 دقايق كده راحت صرخة جامد قوي وكسرت المراية بايديها، وبعد كده خرجت من الحمام وراحت على اوضة نومها وعملت نفس الكلام برضو، وقفت قدام مراية التسريحة وبرضه دقت مسامير، 3 مسامير على اليمين ومسمار فوق ومسمارين على الشمال، وبعد كده فضلت تاني تقول كلام في سرها. وبعد لما برضه خلصت راحت مصوتة وكسر المراية بايديها. امي كانت ايديها عمالة تشلب دم، وانا كنت مرعوب من المنظر، وكانت في حالة غريبة زي ما يكون ما كانتش في وعيها. انا اخدتها وديتها على المستشفى وخيطت لها ايديها، وطول الطريق وهي قاعده جنبي ما نطقتش بحرف ولا ردت على اي سؤال من الاسئله اللي كنت بسالها لها، لحد لما روحنا على البيت. بعد كده اخدتها ودخلتها اوضتها عشان تنام، وفضلت نايمه طول اليوم. بس على الساعه 2 بالليل كده سمعت صوتها وهي بتتكلم مع حد في اوضتها وبتضحك. انا قمت عشان اشوفها هي بتتكلم مع مين، بس ما لقيتش حد. قلت لها ماما وانت بتتكلمي مع مين؟ قالت لي انا بتكلم مع هريق. رحت قعدت جنبها على السرير، قالت لي اوه اهو مشي، واضح ان انت محدش بيحبك يا سليمان. قلت لها وانت ما تعرفيش ابويا دفن امي فين؟ قالت لي ايوه ابوك ده بقى هو سبب المصايب اللي احنا كلنا فيها دلوقتي، تعرف هو اللي كان المفروض يموت مش امك، وانت يا سليمان طالع شبهه في كل حاجة، طول عمرك غبي وما بتتعلمش برضه، دايما بتحط نفسك في اللي مالكش فيه. طب هقول لك على حاجه، تعرف ان انا استحملت نجاسه ابوك ديت من سنين، وان الاوان بقى انه يدوق شويه من اللي عمله فيا. قلت لها وانت عارفه ابويا فين؟ قالت لي اطلع يلا بره وسيبني لوحدي. حاولت اهديها وحاول اعرف منها اي حاجه عن ابويا او حتى هو دفن امي فين، لكنها رفضت تتكلم معايا، وبقت عماله تحط ايديها على ودنها وتقول اطلع بره يلا اطلع بره. انا سبتها وطلعت، بس انا من ساعه ما رجعت البيت المره التانيه وحال مرات ابويا بيتبدل من سيء لاسوأ، كانت على طول منعزله ورافضه تتكلم معايا، بتضحك ضحكات مجنونه، بعد كده تقعد تعيط بالساعات، واوقات كتير كانت بتقعد تتكلم مع ناس مش موجوده اصلا، وعلى طول كانت بتقعد بالساعات في الحمام. واخر مره شفتها كانت في الحمام وسايبه الباب مفتوح، وكانت واقفة بتكلم انعكاسها في المراية بتاعت الحمام وعمالة تقول ارحميني انا عملت كل اللي طلبتيه مني، انا ماليش دعوة بخلوته،
هو كده كده راح في 60 داهية، أنا ماليش ذنب في حاجة. طلعوني بقى بره حروبكو ديت يا بنت إبليس. وفضلت تعمل التصرفات الغريبة ديت لحد لما ابتديت ألاحظ إن هي كل يوم بعد الساعة 3 بالليل بتنزل من البيت وبترجع بعد ساعتين 2 بالظبط وهدومها كلها مطربة، وكان بيبقى معاها شوال غريب أول لما بتدخل بتخبيه على طول تحت السرير. أنا بعد حوالي 7 أو 8 أيام فضلت مستنيها لحد لما دخلت أوضتها ونامت، ورحت مطلع الشوال دوت من تحت السرير عشان أشوف فيه إيه، واتفاجئت من اللي شفته قدامي. أنا لقيت جوه الشوال دوت جماجم لأطفال صغيرة وعظم مطرب وجثث ريحتها تقرف لحيوانات ميتة. أنا رجعت الشوال تاني مكانه واستنيتها لحد لما صحيت تاني يوم وسألتها، طلع هو إيه اللي في الشوال اللي تحت السرير ده يا أمي؟ قالت لي شوال إيه؟ أنا ما عرفش أنت بتتكلم على إيه؟ قلت لها الشوال اللي تحت السرير. قالت لي طب ما تجيبه كده وتوريهولي. أنا وطيت تحت السرير عشان أجيبه بس ما لقيتوش. الشوال دوت ما كانش ليه أي أثر. أنا بقيت هتجنن، راح فين؟ ده كان لسه هنا. مرات أبويا قالت لي فين الشوال يا سليمان؟ ما جبتوش ليه؟ أنا كنت واقف متنح لها وما بتكلمش. قامت طبطبت عليا وقالت لي ما تزعلش، أنا عارفة ومقدرة كل اللي أنت بتمر بيه، وعارفة كمان إنك كان نفسك إنك تبقى دلوقتي في حضن أمك بدل ما أنت مرمي كده في حضن واحدة غريبة. قلت لها ما تقوليش كده، أنت هتفضلي أمي اللي ربتني وبحبها. قالت لي طب ما نفسكش حتى تشوف شكل أمك اللي ولدتك؟ قلت لها هو أنت معاكي صورتها؟ ضحكت وقالت لي لا مش معايا، أصل أبوك حرق كل الصور بتاعتها. قلت لها طب أمال هتوريها لي إزاي؟ قالت لي من حوالي 3 سنين كده كنت أنا وأبوك بنزورها، كنا واقفين قدام مقابر الصدقة اللي أبوك دفنها فيها، وبالصدفة جه في الوقت دوت جنازة وكانت الميتة واحدة ست، وانت عارف طبعا إن لو في واحدة ست ميتة ممنوع إن الرجالة ينزلوا معاها المقبرة غير لو كانوا من الدرجة الأولى. وللأسف بقى هي ولا كان ليها أخوات ولا قرايب، الست ديت كانت مقطوعة من شجرة. فاتطوعت وشلت معاهم الجثمان ونزلت المقبرة، ولما نزلت المقبرة شفت أمك. قلت لها شفتها ازاي؟ انا امي ماتت من سنين. قالت لي ده حقيقي، بس امك كانت طهرة والدود ما كلهاش، كانت زي ما تكون كانت نايمة وشها كان ملائكي وزي ما ابوك وصفها لي بالظبط. بس السر دوت اوعى تحكي لحد يا سليمان. قلت لها اكيد طبعا يا امي. قالت لي عارف انا ممكن انزلك المقبرة. قلت لها بجد؟ بس هتنزليني المقبرة ازاي؟ قالت لي مالكش دعوة انا مظبطة كل حاجة، ولا انت مش عايز؟ قلت لها انا نفسي طبعا اشوف امي. قالت لي تمام، النهارده بالليل القمر هيبقى محاق والدنيا هتبقى ضلمه وعتمه، هاخدك وهنروح ومحدش هيحس بينا. الساعه كانت 6 المغرب والوقت زي ما يكون ما كانش بيمشي. انا كان كل حلمي هو ان انا اعرف بس امي مدفونه فين، لكن انا دلوقتي هشوفها وهتكلم معاها. وفعلا الساعه 9 بالليل لقيت مرات ابويا بتخبط على باب اوضتي واخدتني ونزلنا وسافرنا على طنطا. المشوار ما كانش بعيد، أخدنا في المواصلات حوالي 2 ساعة، وصلنا على الساعة 11، وعقبال ما ركبنا ولقينا حاجة تودينا على منطقة اسمها قحانة، كانت الساعة بقت 12 بعد نص الليل، وفعلا القمر اختفى والدنيا كانت ضلمة كحل. يعني لو حتى في واحد قريب مننا لكن الفرق ما بيننا وما بينه حوالي 3 متر، إحنا مستحيل كنا هنشوفه ولا هو هيشوفنا. فضلنا نمشي أنا ومرات أبويا وسط القبور لحد لما في الآخر وصلنا البوابة حديد. البوابة ديت كانت برضو بتاعت مقبرة، بس كان شكلها مهجور مليانة أكياس وورق وزبالة، وزي ما يكون محدش كان بيهوب ناحية المقبرة دي. مرات أبويا قالت لي هو دوت قبر أمك. إحنا دخلنا من الباب، وهنا بقى كانت الصدمة الكبيرة، إحنا لقينا باب المقبرة كان مفتوح. أنا قلت لها إيه ده أمي؟ وفي حد ممكن يكون بيدفن دلوقتي؟ ولا ده بقى ممكن يكون حرامي؟ ابتسمت وهي بتبص لي وقالت لي أنا مش قلت لك إن أنا مظبطة كل حاجة؟ أنا نورت كشاف الموبايل بتاعي وابتديت أنزل على سلالم المقبرة، وفي نفس الوقت أمي كانت بتنزل ورايا. المقبرة ديت كانت كبيرة جدا، يعني تقريبا بحجم شقة، وكان فيها حوالي 6 أوض. قلت لمرات أبويا هي في أنهي أوضة من الأوض ديت؟ قالت لي في آخر أوضة. يا دوبك مشيت 2 أو 3 خطوات ولقيت موبايلي بيرن. ببص على الموبايل عشان أشوف مين اللي بيتصل، لقيت رقم مرات أبويا. قلت لها هو أنت بترني عليا ليه يا أمي؟ ما ردتش عليا. ببص ورايا ما لقيتش حد، ففتحت الخط ورديت على الموبايل. سمعت صوت امي وهي بتقولي سليمان ابوك الحمد لله رجع على البيت وعايز يكلمك.
انت كنت فين يا حبيبي طول المدة ديت وبرضو قافل موبايلك ليه؟ قلت لها وانا مخضوض، كنت فين ازاي؟ انت لسه كنت معايا هنا دلوقتي؟ قالت لي معاك فين يا ابني؟ قلت لها في مقبرة امي اللي في طنطا. قالت لي مقابر مين اللي امك فيها في طنطا يا سليمان؟ انا امك ولسه عايشة. قلت لها لا انت مرات ابويا مش امي، وانا قلت لك ان انا عرفت كل حاجة خلاص. امي انهارت في العياط وقالت لي والله العظيم انا امك اللي ولدتك وابوك ما اتجوزش غيري، انت بتجيب الكلام ده منين؟ قلت لها وانا مصدوم يعني ايه؟ امال مين اللي كانت معايا دلوقتي ديت؟ بعدها ابويا نتش منها التليفون وقال لي وهو بيصرخ ما تروحش معاها يا سليمان، دي مش امك، دي مش امك يا سليمان، دي هقطق بنت ابليس. بمجرد ما قال لي الكلمتين دول الخط قطع، وبعدها لقيت حد بيحط اخر حجر لباب التربه وبيقفله. جريت عليه وقعدت انده واقول له افتحه انا لسه موجود تحت، افتحوا الباب. بس للاسف محدش سمعني. طلعت وقعدت احاول اخبط على الحجر بتاع الباب دوت بس برضه محدش فتح. بعد ثواني سمعت صوت جاي من ورايا، وجهت الكشاف على الصوت دوت، لقيت امي بتخرج من اوضه من اللي كانوا في المقبره وكانت بتبص لي وبتضحك. قلت لها انت مين؟ قالت لي انا امك يا سليمان، امك الحقيقيه. وابتدى وشها يتحول لهقطاق بنت ابليس بنفس الوش المخيف اللي كنت شفتها قبل كده في الغرفة 908. وفجأة ببص حواليا لقيت نفسي موجود في مكان تاني خالص، مكان كده عامل زي الجبل. هقطق قالت لي تعال معايا، وراحت مسكني من ايدي وابتدت تخرج بيا برا الجبل. ولما خرجنا لقيت نفسي في مكان صحراوي، لون التربة بتاعت المكان دوت كان اسود، وفوقينا كان في قمر لونه احمر وعمال يدور ويلف حوالين نفسه. قلت لها وانا فين وبعمل هنا ايه؟ قالت لي انت في ارضك جيران حيث لا عهود ولا دماء، هنا الارض الطاهره، ارض العزيف وقدام بني الاسود، قدم دمائك لنرضى عنك يا ابن غنيم وهقطاق. تعرفوا ان احنا كتير قوي بنتحط في مواقف صعبه او ابتلاءات ملناش اي ذنب فيها، بس المواقف دي بقى بتتسمى بالاختبار، وخلال الاختبار ده بقى بيتفتح قدامك اكتر من باب، وبيبقى الاختيار ما بينهم هو قرارك انت وبس. يا اما بقى تختار الطريق الصعب اللي ممكن يترتب عليه في الاخر انك تخسر حياتك، لكن طبعا في نفس الوقت هتكسب رضا ربك. يا اما تختار بقى الطريق السهل والامن، بس ساعتها هتخسر حاجات كتير. فعايزك تفتكر بقى ان دايما الاختيار السهل والمريح والاسرع والاوقع هو ده اللي الشيطان بيساعدك فيه عشان تختاره، وهتلاقيه كمان بيمهدهولك وبيختلق لك الاعذار، وكمان بيحاول يبين لك انك ضحية كل اللي بيحصل. اول على طول لما تقول هو اشمعنى انا بيحصل معايا كده، او ليه انا رب اللي اخترتني عشان يحصل معايا كده، اعرف على طول انك بتتجهز للطريق الغلط. واللي على فكرة بنسبة كبيرة جدا لما هتمشي في الطريق دوت كل حاجة هتلاقيها بتتحل، لكن المشكلة بقى بتبقى في النتائج اللي بعد كده، نتائج اختيارك للطريق ده، لانك للأسف ما بتختارش الطريق وبس، لا انت بتختار معاه كمان حاجات كتير قوي. عشان كده في حاجتين عايزك تكون متأكد منهم اكتر من اسمك. اول حاجة هي ان رزقك محدش هيقدر ولا يقسمك فيه ولا ياخده منك، والحاجة التانية بقى هي ان الساعة اللي هتموت فيها عمرها ما هتتغير، لكن رد فعلك وخوفك وقراراتك هي اللي هتتحاسب عليها. ففكر كويس في اختياراتك قبل ما تختار وتندم بعد كده. انا عارف ان كلامي ممكن يكون معقد وملخبط شويه، بس انا هستناكم بقى تكتبولي في الكومنتات فهمتوا ايه. وقبل ما اقفل كنت حابب اشكر المعد والكاتب بتاعنا محمود محمد والشهير بالقصاص على الاعداد والكتابه الهايله ديت، بجد عاش يا شبح. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس، مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا، واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.